السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد دائما مع الاستغفار. لكن قبل البدء أخي الكريم أختي الكريمة، لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا معنا في هذه القناة المباركة. نصيحتي إخواني الكرام، اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله عز وجل منها وابتعدوا عن الذنوب. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد أن يذكر قومه بتوحيد الله عز وجل والتوبة، ذكرهم بأمر عظيم ألا وهو الاستغفار. لماذا؟ لأن هذه الحسنة الأخروية لها منافع دنيوية، وهؤلاء الكفار يجتذبون، لأن التوحيد والتوبة والاستغفار، فالاستغفار أيها الإخوة والأخوات له فوائد معجلة في الدنيا إذا فعلوا ذلك، يعني إذا رجعوا إلى الله عز وجل وأكثروا من الاستغفار، فإن لهذا الاستغفار فوائد دنيوية معجلة كالرزق والأموال والبنين. لكن المسلم إذا قصد وجه الله عز وجل بالاستغفار، فإن مما يحصل له مع دعاء الله عز وجل، يعني المسلم يستغفر الله عز وجل، المسلم يلجأ إلى الله عز وجل بالاستغفار اللي هو معناه طلب المغفرة وطلب التوبة وطلب التطهير وطلب إزالة الذنوب. ومع هذا الطلب، يعني إن صحت العبارة، تلقائيا إن صحت القلوب وكان الأمر لا شك فيه، فإنه تلقائيا يعطيه الله عز وجل من أمور الدنيا. يعني هناك من يقول مثلا أنا أستغفر وأستغفر يا أخي الكريم، أنت تتعامل مع رب سبحانه وتعالى، أنت لا تتعامل مع بشر تعطيه هذه ويعطيك هذه، لا، أنت تتعامل مع رب سبحانه عز وجل، أنت تتعامل مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، فلا بد من التعظيم لله عز وجل. البعض يعني يقول أنا دعوت ودعوت ودعوت ودعوت، يعني كأن تجد فيه نوع من التضجر ونوع من التسخط. يا أخي الكريم، على من تتسخط؟ على من تتضجر؟ لعل سبب عدم تحقيق ما تتمناه هو أمر فيك أنت، لعله ذنب تذنبه ولم تقلع عنه، لعلها معصية لا زلت تفعلها يوميا. فراجعوا أنفسكم إخواني الكرام، راجعوا أنفسكم وعظموا الله عز وجل، عظموا الله عز وجل. والسلام عليكم.